مدرسة الألمانية يحاولون حل مشكلة الانعزال الاجتماعي للمسنين وأجدادهم يشاطرون نشاطات ترفيهية. في محاولة لحل مشكلة الانعزال الاجتماعي عند كبار السن وفي خطوة هي الأولى من نوعها، قام تلامذة المدرسة الألمانية بدعوة أجدادهم إلى نشاط أقامه فريق روبوتك تيم الخاص بالمدرسة، وهو عبارة عن تنظيم ألعاب ترفيهية للأطفال مع أجدادهم بعد دفع قيمة مالية رمزية للمشاركة. قدمنا هذا الإيفنت للكبار بالعمر، لأن هو عادة الكبار العمر بدلوا قاعدين بالبيت، في حدا يوصلهم، في حدا يجيبهم، يا أولاد هنقول سافروا أو كل واحد بشغله أو إنه عنده حياته، فإحنا قررنا نعمل هذا اليوم خصوصا لهم اسمه سينيورز داي. هو بنلعب ألعاب فيهم وكل شيء، وبنحضر لهم ألعاب والمصاري بنجمعهم ناخذهم على مؤسسة إنه بتهتم فيهم للكبار العمر. إجت الفكرة لأنه كنا عم نشتغل عن بالروبوتكس عن سينيورز، يعني من بعد اول تجربه مثل اخواتهم اللي اصغر منهم تحمسوا كثير، وبعدك عم تحكي عن الاكبر الاعمار الكبيره شوي، يعني عمري 11 و10 و9، بس نوصل لعند الاعمار الاربعه والخمسه والثلاث سنين هو اللي بيكون في تجاوب اعلى طبعا. يعني قرر كمان مدير المدرسه مستر عمر سلوم انه تضل هيدي الاكتيفيتي افري يير، كل سنه حتكون موجوده، لانه كثير انجيجينج وكانت كثير تاتشينج، يعني الكل حس انه قديش هي هيك انسبايرينج، إن شاء الله منكفي فيها. ويعود ريع الأموال التي يتم تجميعها من بدل المشاركة في الألعاب إلى صندوق دار العجزة في لفتة منهم لمساعدة المسنين. كل المصاري بيروحوا تبعي عن السينيورز، يعني على المحل السينيورز. عشت عمري كله لحتى ألعب مع أحفادي، حبيب قلبي، هاي حفيدتي وهاي حفيدتي وهاي ابني. طبعا لازم يتشجعوا الاولاد ويتعودوا من هلا انه يشاركوا بالحفلات الخيريه، كلنا رح نكبر وهذا شيء حلو هالحس الانساني. وانا برايي هاي بتعطي افكار للاولاد كيف يهتموا بالكبار بالعمر. شيء حلو بيبسطنا وبيبسط الاولاد وبيفرحهم. هذا حدث كثير بيساعد المسنين، يعني انا عجبتني هي حبت كثير تشترك وقالت لي انا بحب ساعد الكبار. يذكر ان فريق روبوتك تيم في المدرسه الالمانيه كان قد باشر مشروعا هو الاول من نوعه في لبنان على صعيد المدارس، وهو وضع خطه متكامله لمساعده المسنين، وقد قام الفريق بزياره وزراء الصحه والاشغال العامه والشؤون الاجتماعيه للاطلاع منهم على المشاكل التي يعانيها المسنون في لبنان ولاستطلاع رايهم حول مشروع الدولة لرعاية المسنين.